السلام على رسول الله. ايه شكلها ريزوت يا جماعه؟ ده عرض عرض للمالح وخلاك من العطر حرف ولا سامع الحوار. بصوا يا جماعه، ده عود صبر، عود صبر 72 داوة اهو يا جماعه، عود داوة 72 عامل كام ده؟ 120 ب 120 جنيه يا جماعه. صابونه يا جماعه، ده داوة يا جماعه، يا عود داوة 72، ده 3 متر، ده نوع ايه؟ ميتشل يا جماعه، 3 متر ميتشل، 3 متر بصاموله برضو يا جماعه، بصاموله برضو بكام؟ 3 متر يا عم ايمن؟ ده 3 متر ب 130 جنيه يا جماعه. عود حاجة محترمة، جنب جنب وصامولة وده بنوك وضايف، 3 متر برضو. كله سعر واحد يا عم أيمن، عم أيمن بسعر واحد 3 متر كروكو دايت برضه يا جماعه ب 130. ابو صامولة يا جماعه، الحاجه المحترمه اللي عليهم العادي في قلبه واير. لا ده كروكودايل القديم يا جماعه، العيدان دي حاجه محترمه بصراحه، العيدان دي قديمه اهو يا جماعه، 3 متر برضه 130 جنيه. ده ايه ده برضه؟ ده هو برضه اهو يا جماعه، هات الرقم 3 متر برضه يا جماعه، اهوت بتاع ايه؟ 130 جنيه. هي دي ايمن برضه السايكل اللي هو عايزها، 72 ب 100، قلنا ب 120، 120 ل 72. ما هي مع حاجه، ما هم عارفين الملح والملح. لا بيابا عدام مش اللي هي، طب ما انا بقول لك ما تصفها انت، انا ما اعرفش اسمها ايه. ميتشل ده ميتشل. دي بقى يا جماعه، ده عود التسقيط 135. ده احنا عرضناه يا جماعه بكام؟ ده احنا قلنا بكام؟ ب 60 جنيه. عود ده ب 60 جنيه يا جماعه، 135. عود محترم برضه، حاجه كويسه برضه. في ميتش ده كام متر؟ وعرفت يا اخويا 42. ما تنزل انت عمال تقول لي انت عايز، انا ما اعرفش. ده 2.10، ب 2.10 بكام؟ 90 جنيه ديوه برضه يا جماعه، ال 2.10 ب 90 جنيه. ديوه 2.10 ديوه يا جماعه ب 20 جنيه. ده اقل بقى. لا ده عيدان، ما عيدان المفرغه ديت وصلتين 35 جنيه. ب 35 جنيه يا جماعه، عيدان مفرغه، عيدان مفرغه 35 جنيه، 180 سم. الكميه مش كتير، مش كتير من العيدان دي يا جماعه، العيدان دي ما فيش منها كميه كتير. صو ده طبعا السودا هي اللي 2 متر. ده بكام يا عم ايمن؟ ازرق يا عم، عايز انت بقى مكنه صغيره. 2.10 محمد، ده 2.10. لا 180. 180 نوع ايه ده؟ زي ما انت شفتها، ما اعرفش نوع يا محمد، مش عارف بقى. شوف نوعه كده برضه يا جماعه، النوع مع الناس اهو يا جماعه. انصاف ايه؟ انصاف تي 82 اهو يا جماعه. بكام يا عم ايمن قلت؟ بكام؟ 85 جنيه. ده عود مقشر 85 جنيه. المكن الكبير بقى يا جماعه، مفيش مكن كبير غير معلش كده بس، تعالى بس عشان اشرب اللات والكلام ده يا جماعه. دي مكنه يا جماعه 9000 ب 120، 9000 يا جماعه بخيطها ب 120 جنيه، ب 120 جنيه. الثمانيه بتاعتها ب 115، دي 9000 اهي، في منها 8000 ب 115. عرض لي الرابلات دي بقى يا عم ايمن، قول الرابلات دي، الرابلات دي بقى خد عمك ايمن من نلف الرابلات دي. الرابلات دي اللي بيقولوا عليها اللازوري 30 جنيه ماشي. اللازوري ايه 30 جنيه ماشي. الواير، فين الواير اهو يا جماعه؟ الواير اهو. ده بايه بقى؟
مقاسات يا جماعة. الواير عندي مقاسات اهو. مقاسات يا جماعة. كميات كتير. كميات كتير. ونمبرات كتير. ده بيتباع ازاي ولا؟ ده بيتباع بالواحدة، ده ب 20. الواحدة بكام طيب؟ الواحدة بجنيه ونص. الواحدة بجنيه ونص يا جماعة، طب تعالى لي الخيط، الخيط البريد بقى معلش يا جدع. تاني؟ أيوة ما عشان ال ما تبقى طويلة. خيوط البريدات دي يا جماعه دي كلها بريدات، قرب معلش يا عم، دي كلها خيوط بريدات جميع المقاسات. البكره بكام يا عم ايمن؟ 33 و30. دي ب 33؟ اه 33 23. دي 23. 23 يا جماعه. وده 30 جنيه. ب 30 جنيه مقاساته برضه، 30 و40 و50 و35 و70 و60. ده جميع المقاسات بتاعته. ابو 23 ابو 23 ده مقاساته كلها موجوده يا جماعه. يا رب عرض الملح ده يعجبك يا عم سامح، وده انا عامله مخصوص عشانك يا عم سامح، ويا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه. ها لا العياشات، ما العياشات دي اي عياشه بكام؟ ب 8 جنيه يا جماعه. العياشه من دي ب 8 جنيه. والرصاص طبعا اي رصاص يا جماعه، الاحجام الكبيره يا عم سامح بكيلو ب 35 جنيه المقاسات الكبيره. دي جمله ب 7 جنيه. الكرسي ده يا جماعه ب 77 جنيه. كرسي برضه اهوت بضاه ب 77 جنيه. لا ما انا هقعد عليه انت 77 جنيه. الكشاف ده يا جماعه برضه عشان خاطر الناس اللي عايزاه. الكشاف ده يا جماعة عم أيمن عرضه ب 37 جنيه. ب 37 جنيه. وجملة ب 36 جنيه. يا رب يا جماعة العرض ده يعجبكم، العرض للمالح برضه فيه خيط كتير يا جماعة، وفيه حاجات كتير والله مش عارف أعرضها كلها. يا رب العرض يعجبكم ويعجبك يا عم سامح ومتابعينك الكرام، وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.